بشائر تمويلية تطوف حول الاقتصاد التونسي بعدما كشف صندوق النقد الدولي عن اقتراب توقيع اتفاقية تمويل مع تونس في وقت انتهت فيه البلاد من الإجراءات الضرورية للحصول على القرض، ليوشك الانتهاء من ترتيب الحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 1,900,000,000 دولار على مدى 4 سنوات. الإعلان عن الوصول لاتفاق تمويلي لتونس مع صندوق النقد جاء داعما لتحقيق السندات التونسية المقومة بالدولار واليورو مكاسب تعد الأعلى منذ شهر، في وقت كانت حظيت فيه تونس على مرتبة الشريك المتميز للاتحاد الأوروبي عام 2012، ليقدم لها امتيازات تجارية تنشط التعاملات الاقتصادية مقابل منح تلك الدول أولوية في الصادرات وتسهيل المبادلات التجارية وتحسين وصول السلع والخدمات التونسية باتجاه السوق الأوروبية. وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي والتي شجعت الاتفاق على الإتمام، هو ارتفاع عوائد القطاع السياحي بنحو 60% لتسجل نحو 400,000,000 دولار حتى 20 أبريل من العام الماضي. كما ارتفعت تحويلات التونسيين العاملين بالخارج في ذات الفترة بنسبة 7.3% لتصل إلى 772,000,000 دولار مقابل 690,000,000 دولار في نفس الفترة من العام الماضي. البنك المركزي التونسي ذكر في تقريره الأخير أن صافي احتياطات النقد الأجنبي تراجع إلى نحو 7,200,000,000 دولار حتى نهاية إبريل الماضي من عام 2022، في وقت أزمة اقتصادية صاحبها ارتفاع حاد لمعدل التضخم وأسعار المواد الأساسية، مما دفع الحكومة التونسية للسعي نحو التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل يدعم ميزانيتها، إلا أن الاتفاق تعطل في وقت سابق بسبب عدم التوافق مع الحكومة والصندوق حول إجراءات التقشف المطلوبة.